حكيم زياش يخرج عن صمته ويوجه رسالة خاصة للمغاربة. تحدث الدولي المغربي حكيم زياش عن رفضه دعوة منتخب المغرب للمشاركة في تصفية أمم أفريقيا 2023 ونهائية كأس العالم قطر 2022. وتنقلت تقارير إعلامية مقتطفة من حوار صحفي أجراه أحد المنابر الإعلامية الإنجليزية مع الدولي المغربي حكيم زياش، حيث تم التطرق خلاله للعديد من القضايا الشخصية والرياضية التي تخص اللاعب. وفي هذا الصدد أعرب زياش عن استيائه من طريقة فهم شريحة من الجمهور المغربي لرفضه دعوة الناخب الوطني وحيد باعتبارها دليلا على عدم وطنيته، حيث قال: إن المنتخب المغربي لا يعتمد على لاعب أو اسم واحد، بل على مجموعة متجانسة منسجمة الكل فيها يعطي أقصى ما يستطيع. وأضاف اللاعب المثير للجدل: أتمنى من الجماهير المغربية عدم الخلط بين رفضي للاعب تحت إمرتي وحيد وبين حبي لبلدي، فقراري برفض الدعوة هو أمر شخصي أتمنى أن يتم احترامه.